يعطي ضربة البداية تمشي وبكر باباستوري نجم الذي بالمتلوي هاشم خليفة. تغيير في تشكيلة المدرب محمد أو عماد بن يونس. طويلة الكرة في منطقة حد بن قردان، هيثم المحمدي يعتمد التصويب تصدم بالدفاع، الدفاع بعد الخطر عوضوا شياب العوادي ونبي سيلا تمشي كرة توزيعة والرأسية، رأسية بعيدة على إطار مرمى الحارس نور الدين الفرعاتي. من في الصورة على يسار الحارس تلعب الكرة مع هيثم محمدي مرفوعة داخل منطقة عمليات، ما زالت الكرة بحوزة نجم المناجم ثم حمدي هلال على الجهة اليمنى. التمرير كان خاطئ إلى مبكر با، مبكر با على الجهة اليمنى يرفع الكرة داخل منطقة عمليات رأسية، الدفاع يبعد الخطر تمشي إلى أحمد سالم مزهود، مزهود مرفوعة والرأسية والكرة ما زالت وبحوزة حارس اتحاد بن قردان. التصويب تصدم بالدفاع تبعد الكرة في وسط الميدان، تمشي الكرة أحمد بعصيدة، بعصيدة تمشي يعطي مبدأ أسبقية نسيم شاشية، شاشية عنده الكرة، شاشية حاول يفتح الزاوية صوب الكرة جول. الهدف الأول للنجم الرياضي بالمتلوي نسيم شاشية يفتتح باب التسجيل ويسجل ثاني أهدافه بقميص النجم الرياضي بالمتلوي. التصويب ويسجل الهدف الأول نسيم شاشية، سجل آخر أهدافه في الجولة الافتتاحية أمام مستقبل سليمان ويزور الشباك، يزور شباك اتحاد بن قردان ويفتتح باب التسجيل في 7 دقائق لعب منذ انطلاق اللقاء. أمامنا في الصورة لقطة تسجيل الهدف الأول، يفتح الزاوية ثم يصوب ويعلن عن افتتاح باب التسجيل. في التنفيذ حسام الدين الحباسي مرفوع على الكرة تمشي داخل منطقة العمليات، مازالت الكرة نسيم السيود، السيود عنده الكرة في مناطق النجم الرياضي المتلوي، السيود عنده الكرة لكن تقطع وتعود للاعب أيوب بن مشارك ثم اللاعب أياد بالوافي، بالوافي عنده الكرة والدفاع بعد الخطأ. ننتظر أكيد التنفيذ، يتنفذ الكرة تمشي داخل منطقة عمليات ورأسية، هدف، هدف التعادل اتحاد بن قردان، هدف ممتاز جول من اللاعب اياد تويس يتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، يعدل النتيجة اتحاد بن قردان. سيناريو ولا أروع لأبناء محمد أليم عالج، وهدف ممتاز وهدف مقابل هدف. أمامنا أكيد الكرة هي دا تويس، هذا المدافع اللي كنت نحكي عليه يتألق ويسجل هدف التعادل، تصبح النتيجة هدف مقابل هدف. أمامنا في الصورة ارتماء رأسية ويتمكن من تعديل النتيجة. المعواني عنده الكرة يصوب يعتمد التصويب والكرة بعيدة على مرمى الحارس مهيب الشامخ. شاشية مازالت عنده الكرة داخل منطقة العمليات لكن بعيد، بعيد داخل منطقة العمليات هيثم محمدي صوب الكرة كاد يكون الهدف الثاني. يرجع الكرة مرفوعة داخل منطقة العمليات وفي أحضان الحارس للمحمدي أو مزهود، المحمدي نفذ الكرة وبعيد. مبكر باباستوري هل يصوب الكرة؟ مازالت نسيم شاشية ترجع الكرة والتصويب كما جات. في التنفيذ حمدي هلال يصوب الكرة تصدم بالدفاع، مازالت الكرة مرفوعة وتصدم بالدفاع مجددا، مازالت الكرة لصالح ابناء المتلوي تمشي والتماس يد بالوافي، يد بالوافي حول المرور المتابع من هاشم خليفة، مازالت الكرة والرأسية لكن الكرة يبدو انها تجاوزت الخط. يعطي الإشارة يتقدم وينفذ داخل منطقة العمليات والرأسية، مازالت الكرة والركنية، ننتظر التنفيذ، يتقدم وينفذ الكرة تمشي داخل منطقة العمليات، الفرحاتي بعد الكرة مازالت إلى شهاب العوادي ثم على الدفاع يبعد الخطر إثارة تنفيذ المخالفة، تمشي الكرة أحمد سالم مزهود والتصويب.
داخل منطقة العملية تمشي كرة سيء، ما زالت الكرة على مارتينا الحارس. حباسي، حباسي عنده الكرة، زياد المشموم، مشموم مرفوعة داخل منطقة العملية، خطيرة الكرة. المخالفة يربحها نسيم شاشية، يربحها نسيم مشاشية أمام بنك بدلاء اتحاد بن قردان. طويلة إلى اللاعب أحمد بعصيدة، بعصيدة عنده الكرة والحكم يعطي مبدأ الأفضلية إلى حمدي هلال، حمدي هلال والكرة بعيدة، الكرة بعيدة من جانب نجم متلوي. باسم الحاج يستعد أكيد، تمشي كرة راسية، أحمد بعصيدة والكرة على مارتينا الحارس بسرعة، ثم تمشي هيثم المحمدي داخل منطقة عمليات، أحمد بعصيدة، بعصيدة والحكم يعطي مبدأ الأفضلية من جديد، مرفوع الكرة وسهلة عند الحارس متلوي. على الجهة اليسرى بعصيدة يمرر إلى بوبك أو شريف بوديان، شريف بوديان ما زالت الكرة، حمدي هلال تعود من جديد باتجاه اللاعب أيوب مشارك، أيوب، أيوب عنده الكرة، ما زالت الكرة كاد يكون هدف الثاني. ثم تمشي هجمة لأبو بكر باباستوري، أبو بكر باباستوري تمشي الكرة والكرة ما زالت لحد الآن نجم متلوي ما يتعاملش مع الكرة. الدين الحباسي، حباسي، حباسي، حباسي يحاول يفتح الزاوية، يحاول يصوب، ما زالت الكرة لصالح اتحاد بن قردان، يصوب الكرة ممتازة الحارس سامي، يتقدم وينفذ الكرة داخل منطقة عمليات الدفاع بعد الخطر. بيض يتقدم الكرة ينفذ، يمشي الكرة داخل منطقة عمليات، ما زالت الكرة، ما زال اختر لصالح الاتحاد، شريف بوديان يبعد الكرة. التنفيذ حمدي هلال تمشي الكرة راسية، ما زالت الكرة لهاشم خليل لصالح نجم المتلوي إلى حسام الحباسي، الحباسي عنده الكرة، الحباسي ما زالت الكرة، يعتمد التصويب، يتصدى الحارس ممتاز، مهيب الشامخ يتصدى إلى حمدي هلال، هلال مرفوع داخل منطقة العمليات، ثم تمشي حمدي هلال، حمدي هلال يعتمد التصويب والتماس. الاتحاد بن قردان ما زالت هجمة لصالح الاتحاد، ومهيب الشامخ يخرج بالضبط، يعلن الحكم على نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف، هدف نجم متلوي، هدف افتتاح النتيجة كان سجله نسيم شاشية، وهدف التعادل كان سجله إياد التويس، ليصبح نجم متلوي بسبع نقاط في المقابل اتحاد بن قردان يصبح في عداده ست نقاط. نلتقي في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.